لو حبينا نقارن بين الفوتولكتيك افكت وبين الكونتور سكاترينج، نشوف الفرق بينهم او ديفرنشال ابزوربشن، هنلاقي ان احنا لما بنزود الاكس راي هنلاقي ان بيحصل فيور كونتور انتراكشنز. احنا اتفقنا ان احنا الكونتور انتراكشنز بتقل بواحد على اي، يعني واحد على انرجي، فمعنى كده كل ما الانرجي زادت كل ما كان عندنا فيور كونتور انتراكشنز، بيبقى عندنا ميني فيور فوتولكتريك انتراكشنز. بمعنى ان احنا بنتكلم على ان احنا عندنا الفوتولكتريك افكت التاثير بتاعه او انتراكشنز، عدد الانتراكشنز بيعتمد على واحد على اي تو ذا باور 3، فمعنى كده ان بيبقى اقل بكتير جدا من الكونتور انتراكشنز مع الانرجي. طبعا لما بيحصل عندنا fewer interactions ككومبتون او كفوتوالكتريك افكت، معنى كده ان الفوتون بتاعت الاكس راي ما حصل لهاش interaction اصلا مع التيشوز او مع الماتيريال اللي بتعدي من خلالها، وبالتالي بيحصل more transmission through the tissue. لما بنزود الاكس راي انرجي بنتوقع ان يحصل more transmission للاكس راي من غير ما يحصل interactions. طبعا لما بنيجي نتكلم على التأثيرين التانيين المهمين، الاتوميك نمبر فور اكزامبل، لما بنزود الاتوميك نمبر ما بيحصلش اي تغيير في الكونتر انتراكشن، اتفقنا الكونتر انتراكشنز ما بتعتمدش على الاتوميك نمبر زي، في حين ان احنا عندنا الماتش مور انتراكشنز بتحصل في الفوتوالكتريك افكت، عشان احنا بنتكلم على ان الفوتوالكتريك انتراكشنز بتزيد بزي تو ذا باور 3، يعني زي تكعيب. فبالتالي لو حصل عندنا ان في ماده الاتوميك نمبر بتاعها ضعف في ماده اخرى، بيبقى في عندنا الانتراكشنز بتبقى 8 مرات في الماده اللي هي بتبقى اكتر. وبالتالي بنتكلم على لما بنزود الاتوميك نمبر نتيجه للافكت بتاع الفوتوالكتريك انتراكشنز، بيبقى في عندنا less اكس راي ترانسميشن، يعني الاكس راي ترانسميشن بيبقى اقل بكتير علشان الفوتوالكتريك افكت بيزيد بنسبه زي تو ذا باور 3. الحقيقه الاثنين الفوتوالكتريك والكومبتون انتراكشنز بيعتمدوا على الماس دنسي زي ما كنا بنتكلم، فبنتكلم على ان احنا كل ما زودنا الماس دنسي بيحصل بروبورشنال انكريز للتو انتراكشنز. عشان اتخيل الماس دنسي اكتر شويه، بنتكلم على اللونجز فور اكزامبل، الماس دنسي بتاعتها بتبقى حوالي 320 كيلو جرام بير متر كيوب. طبعا احنا بنتكلم على الميه، لو بنتكلم على الدنسي بتاعت الميه، الماس دنسي بتاعت الميه بتبقى 1000 كيلو جرام بير متر كيوب، وبنتكلم على السوفت تيشوز والماسلز والحاجات اللي زي كده بنعتبر انها تقريبا نفس الدنسي بتاعت الميه. اللونجز بتبقى اقل شويه، اقل بكتير اكشوالي منها. الفات بيبقى قريب بس اقل. البون بيبقى اكتر بكتير. اوكي؟ فبالتالي بنتكلم على ان احنا الانتراكشنز بتزيد من اللونجز للبون. كل ما بنتكلم مثلا على الانتراكشنز في اللونجز بتكون اقل، وبنتكلم على البون بتبقى اكتر بكتير من اللي بتحصل في اللونجز. لو بنتكلم على الكونتراست ماتيريالز، بنتكلم على فور اكزامبل اير، الماس دنسي بتاعته 1.3، افكتيف ماس دنسي بتاعته 1.3 كيلو جرام بير متر كيوب. الباريوم 3500، الايودين 4930. فبالتالي بيحصل هنا ماتش مور انتراكشنز ذان اللي بتحصل مع الاير. فبالتالي لما احنا بنريبليس مثلا لما بنريبليس الاير مثلا نحط مكانه باريوم مثلا في اللي هي بنتكلم على الجهاز الهضمي مثلا، بنلاقي ان في انتراكشنز بتحصل اكتر بكتير جدا، وبالتالي ده بيبقى مفيد جدا بالنسبه لنا ان احنا نستعمله ككونتراست ماتيريال. بالنسبه للدم مثلا بنتكلم على ان هو زي مثلا زي الميه، بنتكلم على 1000، لما بنزوده ل 4930 في الايودين، لما بنزود عليه ايودين بيبقى طبعا في انتراكشنز اكتر بكتير جدا. طبعا احنا مش بنتكلم ان احنا بيبقى مكان الدم ايودين، بنتكلم ان احنا بنزود شويه الالف دي بحيث يدينا كونتراست افضل شويه. بنتكلم بقى على المواد الاخرى زي ما كنا بنتكلم برضو على ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل مثلا عزل الاشعاعي للمكان اللي فيه جهاز اشعه اكس. فبالتالي لما بنتكلم على الكونكريت بنتكلم على الماس دنسي بتاعت الكونكريت 2350، لما بنقارنها باللد لد 11350. فلما بنتكلم على ان احنا ممكن بسماكه قليلة من الرصاص ممكن احنا نريبليس سماكة ضخمة جدا بالنسبة للكونكريت. فبالتالي برضو دي بتهمنا عشان نبقى عارفين برضو الانتراكشنز بتحصل بنسبة قد ايه، علشان نقدر نحط عزل مناسب يمنع لنا الاكس راي راديشن هو يخرج خارج نطاق غرفة الاشعة.